فيت اند شوب تيم اول فيرتشوال فيتنج روم في المينا ريجن بدانا سنه 2014. لما بدانا سنه 2014 كان عندنا مشكله ان الانتربرينور شيب ايكو سيستم في مصر كان لسه بادي، فبالتالي ما كناش عارفين نعمل ايه او نكلم مين او نعرف ايه المنتورز اللي موجودين او الانفستورز او الانكيبيتورز والاكسلريتور بحيث نبتدي نتواصل معاهم. من هنا جت فكره ايجيبت انوفيت اللي هو عمل بلاتفورم في كل الاماكن دي، في كل الانفستورز والمنتورز والانكيبيتورز والاكسلريتورز. انت كانتربرينور بتقدر تخش من خلاله تعرف ايه الايفنتس اللي موجوده، ايه السيشنز، ايه المنتورز، ايه الانفستورز اللي ممكن يساعدوك، ايه الانكيبيتور والاكسلريتور اللي تقدر تقدم فيها. كمان هتلاقي في سكسس ستوريز، في ارتكلز ممكن تقراها تستفاد منها تفيدك في البيزنس بتاعك. من اكتر التحديات اللي بتقابلنا واحنا بندرب رواد الاعمال والستارت اب فاوندرز هو ايه المنهج اللي ممكن رائد الاعمال يمشي عليه عشان يطور مهاراته ومهارات فريق العمل بتاعه في مجال رياده الاعمال. EIP بتحل المشكله دي من وجهه نظري في ناحيتين. الناحيه الاولانيه للناس اللي بتبدا في مجال رياده الاعمال، هم محتاجين تو جيت انسبايرد ايه الافكار الموجوده في مجال رياده الاعمال، ايه الستارت ابس اللي اوريدي نجحت في ان هي تبدا في نفس الاماكن اللي هم فيها في نفس المحافظات والبلاد، ايه التحديات اللي موجوده في مجالات مختلفه، وايه براءات الاختراع اللي لسه لغايه دلوقتي ما اتعملهاش كوميرشاليزيشن. ولو انا عايز اطور مهاراتي في مجال معين، في بيلدينج بلوك معين من البيزنس موديل بتاعي زي الماركتنج مثلا او الايديشن، في تريننجز كامله وكورسات موجوده من خبراء في التخصصات دي. مناخ رياده اعمال في مصر او الشركات والهيئات الداعمه لرياده اعمال دلوقتي بقى عندها كل القدرة ان هي تدعم الستارت ابس والشركات الناشئة، لكن مع مرور الوقت بيبدأ البول بتاعهم يقل او الستارت ابس المؤهلة ان هي تقدم في البرامج بتاعتهم بتقل. لما تيجي بلاتفورم زي ايجيبت انوفيت بتعمل اويرنس في مصر كلها لكل الشباب اللي هم قادرين ان هم يبدعوا عن ايه هي ريادة اعمال، لو عندي فكرة ابدأ ازاي، اعمل بزنس موديل كانفاس ازاي، اعمل MVP ازاي، ويبدأ يشجعهم ان هم يبدأوا، وبعد ما يبدأوا يروحوا للانوفيشن ماب ويشوفوا كل الناس اللي ممكن تساعدهم في مصر ويقدموا فين والايفنتس اللي يقدروا يحضروها فين، ده كده بيربط كل شباب مصر بالانتربرينورشيب ايكو سيستم، والايكو سيستم ده بيستفيد ان في بول مش بيخلص وكل شويه بيتجدد وناس اكتر بتعلم رياده اعمال وبتبدا تخش في الموضوع ده. كوني من محافظه بني سويف مش من محافظه القاهره، ما كنتش اعرف كتير عن مجال رياده الاعمال في مصر، لكن من خلال ايجيبت انوفيت بلاتفورم قدرت اخش على الفيشن ماب واعرف الستارت ابس والكوركينج سبيسز وكمان الايفنتس الموجوده في المحافظه بتاعتي وفي المحافظات المجاوره. زي كتير من الشباب اللي بقى عنده ستارت اب او مشروع خاص بيه بيواجه مشكله كبيره، وهي نقص المعلومات او المصادر اللي يقدر يدير بيها شركته. المكان اللي بيوفر لنا الموضوع ده او المصادر دي هو منصه ابداع مصر عن طريق الكورس اللي بيقدمها او التولز الموجوده على الويب سايت. من الكورس المهمه اللي موجوده على الويب سايت هو كورس الماركتنج، اللي بعد ما خدناه انا والتيم بتاعي قدرنا يبقى عندنا باك جراوند قويه عن الماركتنج ونعمل ماركتنج بلان كويسه. بعد ما خلصنا الماركتنج بلان وصلنا للجزء بتاع الفاليديشن، وده عملناه عن طريق الاسسمنت الموجوده على الويب سايت. وحاجه كمان قدرنا نستخدمها على المنصه هي التولز الموجوده عليها زي البيست اناليسيز والباريتو تيست، واللي اتعلمنا منهم البروبلم سولفنج ونحل المشاكل بتاعتنا في التيم واللي قابلتنا اثناء الستارت اب بتاعتنا.